بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد معكم الدكتور خالد من السعود الحليبي وإن شاء الله راح نعرض لكم عينة جديدة في أحد دراساتي اللي التي درستها في السابق مختبري طبعا هذه أحد العينات اللي درستها في السابق أخذت هذه العينة من أحد البحيرات الموجودة في أحد البرك المائية الموجودة في الأحساء طبعا كانت عينة مميزة جدا كانت فيها يعني خصوبة بالعينات والميكروبات والبكتيريا والطفيليات، وانصح الباحثين في الاحياء الدقيقة في دراسة انواع الانسجة الموجودة في هذه البرك لان راح تجد انواع الميكروبات والطفيليات والديدان المجهرية و يعني انواع يعني الاحياء الدقيقة المتوسطة والكبيرة و يعني الصغيرة جدا وايضا ممكن تجد انواع من الفيروسات وانا انصحكم يعني دراسة موضوع بحثي بخصوص هذا الموضوع لانه مفيد جدا في تطور علم الامراض وعلم الطب يعني لان اغلب الامراض تسببها طفيليات ميكروبية إلى هنا انتهى الدرس كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي وإن شاء الله أنكم استفدتم من هذا البحث لأن أتمنى يعني اللي حاب يعني يسوي بحث علمي في هذا المجال يشاركني في بخصوص هذا الموضوع يعني يقدر يتواصل معي أو نتواصل معاه إن شاء الله